هذا ضرب. شوف فين علي. تمام يا فندم، ملوش اثر في المكان كله، ممكن يكون مشي قبل ما نوصل او حتى ما يكونش جه هنا اصلا. مش مهم، علي انتهى خلاص، ان احنا نلاقيه مساله وقت مش اكتر. الو، ايوه سعاده الباشا، كله تمام بس علي مش موجود. تم التحفظ على فلوسه واوراقه وكل حاجه، في خلال 48 ساعه يا هتقبض عليه يا هيحصل زمايله. طيب مش اكتر من كده يا جلال، مش عايزين قلق. تمام يا فندم. اوقات كتير ببقى عارف ايه اللي هيحصل بالظبط، بس لما بيحصل عكسه بفكر اللي هي النهايه المنطقيه اللي كانت لازم تحصل. ازاي اثق في عامر القطان؟ ازاي؟ كان لازم اعرف انه هيخون. ميشيل صفوان. انا اعرف انت مين؟ ميشيل صفوان. جلال كان شريك يحيى نصير يا علي. يسيب الذهب ويروح للنحاس يحتاس. ده مثل قديم سمعته من امي الله يرحمها زمان، هو ملوش علاقه بحاجه بس جه على بالي. انت سمعت عن اللي صار ببيروت؟ يعني طرطشه كلام كده. احنا مش هنسكت. كويس، انا كان نفسي اساعدكم بس انت عارف علي ده نابو ازرق ومفتري. على فكره هذا اللي صار ببيروت كان مستحيل يصير الا اذا كان في حدا هون بمصر داعمه وسانده ومغطيه، وكان له مصلحة انه احنا نوقف. انا شخصيا ماليش فيه وبعيد عن القلق ده كله، ومصالحي ما تتعارضش مع مصالحكم ولا مصالح علي نصير. احنا متفقين معاك. لا ضحكتني، انت راجل بزنس مان. احنا قبل هيك قلنا لك انه كان لنا شرف ان اتعاملنا معاك. ده كلام يا لؤي باشا، وساعة التنفيذ رحتوا لحامد وعلي. لا لا ابدا، ما لها علاقة، احنا لسه عم نقول لك انه هذا بزنس. ماشي، نمشيها بيزنس. كل شيء بيرجع مثل ما كان ونفس الكمية والسعر. أنا هاخد بنص الثمن. أنا رح أعمل لك خصم كويس. نص الثمن ومش هتخسر يا لؤي باشا. يبقى بالإذن. موافق، بس بشرط. أنت وضعك ما يسمحش إنك أنت تملي شروطك يا لؤي باشا. بس هذا الشرط مهم جدا لنا ولك، لأنه من غيره مستحيل تقدر تشتغل، ولا أنا حتى لو ما اشتغلنا مع بعض. علي نصير لازم يتقتل هو وكل اللي ساعده. يلا بينا يا باشا، اطلع استريح انت، رجالة هتطلع كل حاجة. يلا بينا، يلا رجالة، يلا. اتفضل يا باشا. أنا ممكن أوقف لك اللواء جلال عند حد ويبعد عنك خالص. إزاي؟
انت قابلت الراجل الكبير المستشار هادي؟ مظبوط. جلال ما يقدرش يتحرك ضدك الا باوامر منه. وانت هتكلمني المستشار هادي؟ لا، انا هخلي المستشار هادي ينفذ اللي انا عايزه. سياده المستشار، قول اللي انت عايزه بسرعه، انا عندي ميعاد مع رئيس الوزراء ومش فاضي لك. فضي نفسك يا سياده المستشار، اللي انا جاي لك فيه مفيش اهم منه. ايوه جلال، انا هادي عبد الرحمن. ايوه يا فندم. انا عايزك تبعد عن علي المصير خالص يا فندم. ما تحاولش تقبض عليه، اشتغل في اي حاجه تانيه. ايه الكلام ده يا فندم؟ واللي هو ثروت اللي اتقتل، تصرف يا جلال، بس علي المصير ما يتوجهلوش اي اتهام. انا مش هكلمك في الموضوع ده تاني. ايوه يا فندم، بس انا عايز افهم. احنا عايزين نتحرك بحريه، والمفروض ان ده شغلك، بس انا هساعدك المره دي. انا عارف هو فين وقاعد مع مين، بس احنا عايزين نتحرك براحته خالص، ما يحسش انه متابع ولا حد بيدور عليه ولا عايز يقبض عليه. يعني نديله الاحساس كده انه نفد. وفي الوقت المناسب مش هنقضي عليه هو بس، احنا هنقضي على تجاره الهيروين في مصر كلها. تمام يا فندم. تمام. عمليات، لقينا فلوس الورق وكل حاجه يا فندم. حافظ عليهم. ابدا ضرب. ممكن اخد الجام ده معايا؟ لا هيبوظ. هحافظ عليه. لو باظ مش هجيب لك غيره. انت مش هتروح لطنط نعمة او عم ياسين تاني؟ مين قال كده؟ دي صاحبتي ولازم ازورها. عارف يا علي، زمان انا وطنط نعمة كنا بنعمل حاجات زي دي كده، وكنا بنبيعها للبازارات. بس هي بقى اتجوزت عمو ياسين وراحت اشتغلت معاه في البازار بتاعه، وانا كمان اتجوزت باباك واتنقلت معاه الفيوم. وفضلتوا اصحاب؟ علي، لو احتجت اي حاجة في اي يوم وما لقيتنيش روح لها. ما لقيتش ليه؟ انا بقول لو انا فاكرة انا اقدر اروح لها لوحدي. يا سلام. انزل اركب اتوبيس 983 وانزل للحسين وامشي في الشارع على طول. ده اوعى تعمل كده. قلت لها عاوزت حاجة اروح لها. يا غلباوي، يلا عشان عربية العزال مستنية تحت. اتفضل شيل معايا. شيل على مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا علي. مين؟ علي؟ علي مين؟ علي إبراهيم زكي. علي، أهلا يا علي، أهلا يا حبيبي، تفضل تفضل يا حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل يا ابني، أهلا بيك. ياه، تفضل يا ابني. أنا آسف إن أنا جاي من غير ميعاد. لا أبدا يا حبيبي، اوعى تفتكر إن أنا نسيتك، لا أنا فاكراك، بس الهاجس بقى والنظر ضعف، بقيت ألبس نظارة، وعمك ياسين الآخر كان لابس علي. في أكبر ضربة توجه لتجار المخدرات منذ سنوات، تم قتل أكثر من 5 تجار. أنا بأكد على حضرتك، اللواء جلال ضياء الدين ده راجل عظيم، أنا بقول كده وأجر على الله. اللواء جلال ضياء الدين قاد مجموعة من أكفأ العناصر، وهجم على وكر من أكبر الأوكار المتخصصة في الإتجار بالهيروين، وخلوني أوضح لكم التفاصيل. علي نصير، هل هو مجرم؟ هل هو شريف؟ هل هو بيشتغل مع الداخلية؟ صراحة يا جماعة الواحد دماغه اتلخبطت. اللي يعرف الحقيقة يا جماعة يقول لنا، واحنا خدامين الحقيقة. اللي حصل ده هيأثر على سعر الدولار. هيزيد. هيزيد ازاي؟ هينزل طبعا. الناس دي بتستورد بالدولار. دول مش بس بيسببوا الإدمان وبيدمروا الشباب، دول بيستنزفوا الاقتصاد. معلش يا فندم اعذرني، الواحد بيخاف يهرس لا الدولار يزيد. احنا مش موضوعنا النهاردة الدولار. أنا جاي النهاردة عشان أعلن إننا وبفضل مجهودات وزارة الداخلية وعلى رأسها اللواء جلال ضياء الدين، نقدر نقول إن مصر دلوقتي خلاص بقت خالية من الهيروين. ها؟ إيه رأيك؟ كويس. وإيه كويس؟ دي بلد مالهم. بص كده، فين اسم عامر القطان؟ مش موجود. تمام. مين اللي ليه مصلحة في ان الهيروين ينضرب الضربة دي؟ لؤي ورام. ولؤي ورام ما يقدروش يحركوا الكلام ده من غير ما يستعينوا بعامر، لان عامر ممكن يعمل تحالف مع جلال ويقدروا يحركوا المسألة دي، ويرجع عامر يظهر في الصورة من تاني لو احنا ما اتحركناش. بص، احنا معانا 50 كيلو هيروين والبلد محتاجه، تعال نبيعهم بالغالي ونخلع ونسيبهم بقى يولعوا بعض، وكفايه قوي لغايه كده. وهنروح من لؤي فين؟ مش هنقدر نهرب منه ابدا ابدا. وهو هيطاردنا ليه؟ ما عنده عمر القطان زي ما انت بتقول، ما يشتغلوا مع بعض بقى ويحلوا عننا. شوف يا عادل، كل مليم من فلوس يحيى نصير انا شريك فيه، شريك بتعبي وعرقي وشقايا سنين طويله اكتر من عمرك انت شخصيا، ومش هفرط في اي حاجه مهما حصل. واحنا معانا حاجه، هنشتري بايه؟ معانا معلومات. معلومات عن الناس اللي بيشتغلوا مع عامر القطان، وهم نفس الناس اللي بيشتغلوا معانا، بس في فرق ان احنا عارفين السوق والطريقه والمصدر. ناقص المبلغ. هندفع عربون. بس هم هيسيبوا عامر القطان بملياراته الكاش وياخدوا مننا عربون ما يجيش عشر المبلغ المطلوب. عامر هيضغط عشان يشيل الشيلة بسعر أقل، إنما إحنا هنلتزم باللي إحنا اتفقنا عليه، مش كده وبس، لو طلبوا زيادة هندفع برضه. طب ولو عرفوا إن إحنا هندفع لهم بعد ما نبيع؟ مش هيعرفوا غير اللي إحنا عايزينهم يعرفوه وبس. إزاي؟ عاملة لك المحشي اللي أنت بتحبه أهو. تسلم ايدك يا حبيبتي،
والله الواحد مش عارف كان هيعيش من غيرك ازاي يا وداد. عارف يا ريم، انا قابلت وداد في دبي في الظروف صعبة جدا. الواحد كان تعبان مش مركز وتايه وهموم الدنيا كلها فوق كتافه. وقفت جنبي وشالت عني كتير قوي ولسه لغاية دلوقتي بتشيل. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ونخليكي ليا يا عينيا. ايه يا ريم؟ انت هتفضلي تلعبي في طبقك كده؟ ما بتاكليش ليه؟ انت لسه خايفه على علي؟ هو انا المفروض افرح يعني بعد كل البلاوي اللي عمالين نسمعها ونشوفها دي؟ لا ما تخافيش، هما خلاص مش حاطينه في دماغهم دلوقتي. ولا انا كمان حاطه في دماغي. ده عشان تطمني بس. يعني ايه؟ يعني الناس اللي عايزين يوصلوا لعلي من مصلحتهم انه يفضل هربان عشان يفضل فيه سبب يخليهم يدوروا عليه. عشان يفضلوا قدام الناس انهم بيحموا البلد وانهم ابطال كده يعني. مش معنى هو يعني؟ عشان هو دلوقتي ضعيف ووحيد وفلوس اتاخدت منه ومش لاقي حد يقف معاه. يعني هو دلوقتي احسن واحد يعملوا منه بعبع بعبع، ولما هيتزرقوا خالص هيبعتوا له مخبر ولا اتنين عساكر يشدوه من قفاه. يا ريم ريم سيبك منها، خلينا في المحشي. حط محشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنت محتاج نقل دم. أنا علقت لك محلول وديت لك دواء يرفع الضغط. واضح إنك نزفت كتير أوي. نقل دم صعب أوي. هنا. كل حاجة هعملها لك هنا في البيت، ما تقلقش خالص. أنا عارف إن أنت عندك ظروف تمنعك تروح مستشفى دلوقتي. شكرا يا دكتور. دكتور. على فكرة أنا كريم. ازيك يا كريم؟ يا علي احنا ما تمناش بقالنا كام سنة مثلا؟ 30 سنة؟ بص بقى عشان تبقى عارف، أنا تخصصي بعيد تماما عن حالتك. أنت عارف حالتك إيه؟ بص يا علي بيه، عشان تبقى عارف كويس قوي، أنت لازم تعرف كويس أنت عندك إيه بالظبط. لأن اللي أنا شاكك فيه ده لو حقيقي هيبقى موضوع خطير جدا، وبقى لي علاج يبقى نسكت ليه. ألف سلام عليك حبيبي، ألف سلام. أنا آسف، أنا جيت من غير ما قاعد كده وتعبان وعملت لكم قلق. لا يا حبيبي ما تقولش كده، ده أنت ابني مش مامتك هي اللي اختارت لي عمك ياسين. فاكر عمك ياسين يا علي ولا نسيت؟ طبعا طبعا، ودي حاجة تتنسي. معلش يا ماما انا اسف والله، انا كنت بتكلم معاه في موضوع مهم يعني وعاوزين نكمله، ممكن تستني شويه؟ طب يا حبيبي خلاص. انا بره، لو عوزت اي حاجه اندهلي. ربنا يخليك يا امي. ربنا تعيش يا حبيبي. كل حبيبتي زي ما قلت لك يا سعلي بقى، ان الموضوع مش محتاج متخصص ولا حتى يمكن دكتور، بس انت احتمال كبير جدا يكون عندك حاجه خطيره يعني. والله انا اسف على ان بقول لك الكلام ده، بس انت لازم تبقى عارف انت عندك ايه. كنت حاسس مع الكحة والنزيف اللي ممكن يكون بسبب مضاعفات المرض، ممكن يحصل إغماء نتيجة لهبوط في الدورة الدموية، ودي حالة طارئة احنا بنسميها عندنا هايبوفلاميك شوك. انت راجل ضابط بوليس وعارف سابقا. اوكي، بس انت عارف لما حد يتضرب بالنار ايه اللي ممكن يحصل؟ نبضات القلب بتزيد عشان يعوض النزيف لغاية الدم ما ينقص لدرجة تعمل شوك ده، والمحاليل ونقل الدم شوية حاجات بترفع الضغط بتنتهي الحالة دي تماما، لكن يفضل منحدر المرض. طبعا يا علي أنا للأسف معرفش حالتك وصل لحد فين، وده مش هنعرفه غير بالتحاليل والأشعة، حتى على الأقل عشان نعرف النوع اللي عندك إيه. أنا محتاج أيام يا كريم. نعم؟ محتاج أيام، في حاجات كتيرة ولازم أخلصها،
قبل ما اخش المستشفى وابدا العلاج. على فكره انا ما قلتش ان حالتك ملهاش علاج، على فكره محدش عارف. عارف، شوف لي اي حاجه توقف الكحه وتوقف النزيف، حاجه تخليني اتحرك بشكل طبيعي. اللي انت بتقوله ده مش صح بالمره، انت في خطر. المرض مش الخطر الحقيقي يا كريم، في ناس كتير قوي ممكن تتأذي بسببي، ناس زيي بالظبط كده. مخطروش، أرجوك يا كريم. ساعدني من فضلك. انت عملت كده ازاي؟ زي ما تقولي كده، ربنا وقف لي ولاد الحرام. المهم انت عامله ايه دلوقتي؟ مفيش حاجه بعملها ما بيعرفوهاش. يعني عارفين ان انتي جايه تقابليني؟ بص، هو انا لما نزلت بابا ما كانش موجود في البيت، بس انا متاكده ان وداد هتقول اني نزلت، زي ما انا متاكده ان حد منهم مراقبني دلوقتي. بس مش مهم، انا كان لازم اشوفك. ريم اسمعي كويس قوي اللي انا هقوله لك دلوقتي وركزي فيه. اللي احنا فيه ده قرب يخلص خلاص، فلازم نبقى مستعدين. بس مستعدين لايه؟ اننا نهرب يا ريم، لازم نهرب. حياتنا القديمة مش ممكن هترجع تاني، وابننا مش ممكن هيعيش اللي احنا فيه دلوقتي. ولو عايزين ننفد بكلتنا يبقى لازم نسيب كل حاجة ونمشي، بس في الوقت المناسب. ده اليوم اللي انا مستنيه. لو جرالي اي حاجة او الظروف اتغيرت هتسيبي بيت باباكي فورا، هديكي عنوان في مصر الجديدة في ميدان الحجاز، شقة هتلاقي فيها كل اللي انت محتاجاه. علي، ريم، نفذي اللي بقولك عليه. أنا أسفة. ولا يهمك. ما تعرفيش باباكي فين؟ لا مش عارفة، بس ممكن تلاقيه تحت مع عادل. أوكي، ميرسي. هو ده الكلام يا سيادة اللواء، وانت وعدتني طبعا. ربنا يخليك ويقدرني على رد جمايلك. بس على فكرة بقى، انا كنت متوقع اللي حصل، اصل المال الحرام ما يضيعش ابدا. تسلم لي يا باشا، يلا في رعاية الله. مبروك، فلوسنا رجعت تاني. ده اللي هو جلال؟ اتحفظ على الفلوس اللي علي الحرامي سرقها مننا، زي ما اتفقنا معاه هيرجعها لنا تاني. بس بعد ما ياخد نسبته. ما ياخد، مش خساره فيه، نسبته هتأثر فيه يعني، كلام فارغ. المهم هيفضل لنا المبلغ اللي عايزين نوفره عشان نخلص عمليه رامي. ما تفهم بقى. افهم حبيبي. انت هنا؟ لا مش هنا. اعمل لكم شاي؟ يا ريت، انا ما بعرفش اشرب الشاي الا من ايدك، ولا اكل المحشي الا من ايدك. تسلمي لي وتسلم لي ايدك يا معيشاني في النعيم يا غاليه. حالا حالا هعمل لكم شاي. يلا. أنا بكرة هروح البنك أسحب الفلوس كلها، وأنت لازم تتصرف في الهيروين بكرة برضه. هي فعلا هتقول لرم؟ شوية هتكلمه في التليفون وهتقول له كل حاجة. معلش، حسابها معايا بعدين، ما تقلقش على أبوك. Thank you.
الو، انا سمعت كده ان حامد رجع الفلوس اللي كان واخدها علي نصير. وصدقت يا باشا، الميه تكدب الغطاس. من الاخر كده احنا عايزين ايه؟ مصلحه، ويمكن حامد ده يدفع قد اللي كان هيدفعه عامر القطام مرتين. وانت بتضمنه يعني؟ يا باشا انا مضمنش ابويا، احنا اتفقنا مع عامر وخلاص. يبقى يشتكينا في الاسم. حلو. هاي اسمعني منيح، تقعد مع حامد وبتشوف. اوعى مخلوق في العالم يعرف اي شيء قبل ما كل شيء يتم، مفهوم؟ تمام. سلام. مصر الجديدة؟ عينيا يا هاني.